بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم وفيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا في إطار متابعة الكتب الدورية اللي بتصدر عن مصلحة الضرائب المصرية، فاحنا النهاردة هنستعرض مع بعض كتاب دوري رقم 13 لسنة 2022 بشأن أسس تقييم فحص ملفات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والثروة العقارية. طبعا في احيان كتير جدا بتنزل كتب دوريه بيبقى الهدف الاساسي منها هو توضيح بعض الامور او تسهيل طريقه الحساب او المحاسبه لبعض الانشطه، وبالتالي الكتب الدوريه دي بتبقى مهمه قوي ان احنا نستعرضها مع بعض عشان نقدر نعرف بالظبط ايه اللي مطلوب او ايه الوضع بالنسبه للحساب او المحاسبه لهذه الانشطه. زي الكتاب اللي معانا اللي تضمن أسس مهمة قوي 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 فيما يخص النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والثروة العقارية زي ما هنشوف. طبعا صدر معاه كمان يمكن كتاب الدور رقم 14 لسنة 22 اللي هو خطة المصلحة العامة للمأمولات والمناطق الضريبية، وده يمكن إن شاء الله نبقى نعمل له فيديو لوحده تاني. وكمان في يمكن اقتراح جه في دماغي كده حبيت أخد رأيكم، ويا ريت تسيبوا لي آرائكم في الكومنتات، او حتى هعمل بول على الصفحه حضراتكم تقولوا لي موافقين او لا. بفكر ان احنا نعمل بلاي ليست فقط منفصله عن البلاي ليست بتاعه الضرايب للكتب الدوريه والشروحات بتاعتها، فلو انتم حابين كده حتى الناس اللي بعد كده تحب تدور على الكتب الدوريه تلاقي بلاي ليست لوحده فيه كل الكتب ورا بعضها بالترتيب، فبالتالي متهيألي ده هيبقى اسهل ليا ولحضراتكم كمان ان انتم ترجعوا ليهم بطريقه كويسه. طيب هستنى اراء حضراتكم وتعالوا نروح نبص نشوف سوا الكتاب الدوري رقم 13 لسنه 22. هو هنا طبعا بيقول سبق ان اصدرت المصلحه كتاب دوري 15 لسنه 16 الملحق للكتاب الدوري رقم 4 لسنه 2016 بشان اسس تقييم فحص ملفات النشاط التجاري والصناعي، والكتاب الدوري 4 لسنه 20 خطه المصلحه العامه للمأموريات، وبرده كان في اسس تقييم لملفات المهن غير التجاريه. ونظرا لصدور القانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 91 لسنة 2005 ورفع طبعا حد الشريحة المعفاة، فبيقول إن هو أصبح من الملائم إن احنا نعدل كمان أسس تقييم فحص ملفات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والثروة العقارية بما يتناسب مع حدود الإعفاءات قانونا وذلك على النحو التالي. وطبعا أنا بقول إن لا، ده كان لازم كمان دلوقتي مراعاة كمان لظروف التضخم إن احنا نعلي كمان الحد الإعفاء أو الشريحة المعفاة دلوقتي حالا. طبعا هو أولا قال إن أسس تقييم ملفات النشاط التجاري والصناعي ثلاث حاجات: منخفض المخاطر، متوسط المخاطر، مرتفع المخاطر. وقال ان الفئه الاولانيه دي هو الممول، المنخفض المخاطر هو الممول الذي لا يتجاوز صافي ربحه السنوي 24000 جنيه. يعني اي حد لن يتجاوز صافي ربحه 24000 جنيه هو بالنسبه للمصلحه في الانشطه التجاريه والصناعيه هو منخفض المخاطر. متوسط المخاطر ما بين 24 لغايه 30، ومرتفع المخاطر اللي هو فوق ال 30000، وده طبعا 30000 ده انا اعتقد دي رقم يعني صغير جدا مقارنه بالتضخم اللي موجود حالا. طيب بالنسبه لتقييم ملفات المهن غير التجاريه، تمام، اذا اقتصر دخل الممول على ايرادات مهن غير تجاريه فالمنخفض بنتكلم على ممول لا يتجاوز صافي ايراده 25. طبعا مهن الملفات المهن غير التجاريه زي ما انتم فاهمين اللي هي المهن اللي ما بتعملش، واخد بال حضرتك، نشاط تجاري زي المحاسب زي الدكتور زي المهندس زي وخلافه اللي هي الانشطه المهنيه. يعني فئه منخفض المخاطر قلنا ما يزيدش عن 25000 صافي ربح، صافي ايراد انا اسف، خلي بالك فوق احنا كنا بنقول ايه لا تتجاوز صافي ارباحه، هنا في المهن بيتكلم على ممول لا تتجاوز صافي ايراداته السنويه، خلاص ماشي 25000. متوسط المخاطر ده من 25 ل 50، مرتفع تزيد صافي ايراداته عن 50000 جنيه. وبيقول ملفات المهن غير التجاريه خلال فتره الاعفاء القانوني المقرر لها تكون كل 8 ملفات بحاله من الفئه مرتفع المخاطر. يعني بالنسبه للزملاء في المصلحه بيعتبر ان كل 8 ملفات، واخد بال حضرتك، من منخفض المخاطر هي اللي هي خلال الاعفاء القانوني، يعني تكون بثمان ملفات بتكون بفئه من، واخد بال حضرتك، او بحاله من الفئه مرتفعه المخاطر. اذا تضمنت ايرادات الممول اوعيه اخرى يتم تقييمها طبقا للاسس المتبعه حسب نوعها. طب ما هو دلوقتي مثلا يبقى مثلا ممكن هنا يكون مرتفع المخاطر وفي الفئه الاخرى هو منخفض الايه؟ المخاطر.
طيب ضوابط تقييم الملفات آخر سنة تم الربط عليها، يعني واخد بال حضرتك، سواء موافقة الممول بالمأمورية، باللجان الداخلية، قرار للطعن، حكم محكمة، إنهاء منازعات، ولا يعد الربط لعدم الطعن أساس لتقييم الملف. طبعا الربط لعدم الطعن لما يكون فيه اختار ولم يتم الطعن عليه، نموذج 19. طيب أو صافي الأرباح أو إيرادات الممول التي أقر عنها بإقرار سنة الفحص إذا كانت تزيد عن آخر، واخد بال حضرتك، ربط بالإيه؟ بالملف. هو اوريدي مقدم صافي ارباح او ايرادات او ايرادات، واخد بال حضرتك، هو اقر عنها وكانت تزيد عن اخر ربط. تعتبر ملفات النشاط التجاري والصناعه المستجده من فئه منخفض المخاطر الا اذا كانت ارباح اخر سنه قدم عنها الاقرار يزيد عن نصاب فئه المتوسط او مرتفع المخاطر بحسب الاحوال وفقا لهذا. يبقى اي نشاط تجاري او صناعي جديد هو يعتبر منخفض الا اذا كانت ارباح السنه الاخرانيه هو، واخد بال حضرتك، ايه، بتزيد عن متوسط المخاطر او مرتفع زي ما احنا شفنا. طيب ملفات الثروة العقارية يتم تقييمها باعتبارها من الفئة منخفضة المخاطر أيا كان صافي الإيراد، يبقى كل الثروة العقارية هي منخفض مخاطر، ويراعى أن تظهر الإحصائيات التي تعدها المأمورية بعدد ممولي النشاط التجاري والصناعي والمال غير التجاري وإيرادات الثروة العقارية وفقا لهذا التصنيف، وعلى كافة الوحدات التنفيذية الالتزام اللي هو الدخل طبعا ملوش دعوة بالقيمة المضافة لما ورد بهذا الكتاب، وعلى قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ العامة المراجعة الداخلية والإدارة التابعة لها متابعة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة. طبعا الكتاب ده أكثره موجه لزملائنا في مصلحة الضرائب عشان يقدروا إن هم يقيموا الملفات ويقدروا يعرفوا، واخد بال حضرتك، زي ما بيقولوا كده كشف النشاط بتاعهم متكون من كم ملف، وكل ملف هل هو منخفض أو متوسط أو مرتفع. طبعا في الكتاب الدوري 14 زي ما احنا قلنا، وده زي ما اتفقنا هيبقى له يمكن عرض خاص لان الكتاب كبير شويه وفيه تفاصيل كتيره، واخد بال حضرتك، المصلحه يعني حطت فيه بعض الاسس، واخد بال حضرتك، والمبادئ المهمه الخاصه بالفحص. يعني في بعض الاحيان هنا مثلا بيتكلم على احكام حصر المجتمع ومكافحه التهرب، تحقيق المستهدف، الفحص والربط الملفات، الوردة بخطة الفحص، الاستهلال أو استغلال أمثل للميكنة، وحطت بقى، واخد بقى حضرتك، قواعد وتعليمات، وهو ده يمكن اللي يهمنا، وهو ده اللي احنا إن شاء الله هنتكلم عليه، إن هو إزاي ننفذ خطة الإيه؟ الفحص. ده كان استعراض سريع للكتاب الدوري 13، وإن شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2022. متشكر لحضراتكم جدا، ما تنسوش تابعونا على قناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. شكرا، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.